السلام عليكم. انا ذاتي التوجه بتاعي نفسي التوجه بتاع اي زول شفت ضرر الشعب السوداني بصوره عامه الركيب نظيف ما في ليه. لكن يا استاذ احمد انا طالع معاك السي بس عندي سؤال واحد، والسؤال ده والله صراحه انا قدر ما فتشت عليه وجواب ما لقيت. السؤال: هل الدوله السودانيه بصوره عامه كده عشان ما الدوله تنهض بصوره عامه كده الحل شنو؟ ده بس السؤال بتاعي، وشاكر لك جدا على الجلسه، ان شاء الله ربنا يديك الصحه والعافيه. والله يا اخي شوف، انا السؤال ده قاعد اكرره كثير كثير، خالص 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 ده انا عمل لي وجع عليك. شوف انا ده اقول لك حاجه عشان نكون واضحين، طبعا لسه في ناس كثير زعلانين مني، وانا عندي شعبيه وعندي صوت وبتكلم وصوتي واصل، زعلانين عشان انا هم الكذب والدحليس والكلام الفارغ ده بجي بفكر كلهم. انا زول غروي وبدوي وريفي وحضري، بتحاور مع جميع الشعب السوداني ومكوناته وجغرافياته، وعسكري قبل اليوم، واي شيء يعني اندمجت مع الناس دي شرق وغرب وجنوب وشماله. فبرضه صوتي لو داري يكذبوا انا ما بجيب لهم من الواقع عديد، وبجيب لهم مقاطع وفيديوهات وتحليل وتفاصيل ويجي. فبرضه رقم صعب هنا في المحل ده، معادله حقيقيه. وانا رئيس جمهوريه نفسي، ما عندي شغله مع زول ده. واحد، اثنين، الحل ده انا قاعد اكرره كثير يا جماعه، دايرين تحلوا مشكله السودان اي حلول انصاب بتاعت حلول ما ينفع، انصاب بتاعت حلول ما ينفع. شفت الكلام اللي قاعد يقوله عبد الواحد ده؟ هو سمع جوهره ومنطقي وموضوعي، لكن ما بالكلام ما بيجي، بالفعل ما في زول يجي يقول ان احنا دايرين، نحن دايرين دوله كده، نحن نطالب كده. تطالب من منو؟ داخل عندك وشيل. الشعب السوداني لا يعرف حاجه واحد، من شرق وغرب وجنوب وشمال. الانتفاضه بتاعت محمد صديق ده احنا محتاجين، لا في الفيسبوك وفي التواصل الاجتماعي وانستغرامات ويوتيوب وتيك توك. قادرين الانتفاضه زي بتاعت محمد صديق ده، واكثر حاجه الناس اللي انتفضوا ابناء الشمال وابناء الجزيره وشرق السودان، انتفضوا انتفاضه حقيقيه. ناس جبار النوبه النيل الازرق ودارفور بيجوا ماشيين طوالي في الخطه اوريدي. لو ما جاء ضابط ودمغنا في داخل القوات المسلحة، وقبل يومين ثلاث يوم رشحنا الكباشي وياسر القطة نطة وما حيسلف السلطة وما يقدر يتجاوز رتبته التراتبية، والكيزان زي ما شفتها جاته جوتة كبيرة، وديننا وبتاعه تقول ان احنا في فرنسا هنا بقينا كفار، ولا تقول هنا في فرنسا ما في جوامع، ولا احنا ذاته امهاتنا هناك ما قد يصلوا ولا قد يصوموا ولا بعدنا، لهم الرحمة والمغفرة. المهم بعد ذاك تجي انت اول حاجه، شوف كده خليني افكك الشغل ده، ما ذاك الكلام ده كلكناه كتير وبقى مكرر ومسيخ ومقرف ومزعج في نفس اللحظه. يعني ما ممكن اللايف ده تجي تكرر بس نفس الكلام، لازم يكون في مستجدات في الكلام. طيب اذا فرطنا كده جدلا وتنزلا ان القوات المسلحه انعدلت، خير نجيب واحد ضابط في داخل القوات المسلحه ويعتقل المجرمين ويكون حكومة حربي وينحط، لا خلي بي وساختهم ده انعدلوا بعد فشلت اتفاقات جنيف وجرسوا الناس ديل دقوم دق الطماطم وانتهوا من الجنجويت، السلم سلم والمات مات والجرجرة. حلو تمام، اي حلو. انت بواجهك قوة مسلحة في الدمج والتسريح وفي تشكيل الحكومة اشرس واكعب من الجنجويت، حيواجهك عبد الواحد، حيواجهك عبد العزيز الهلو، وبرضه تاني ما في زول بيقبل انك انت تمشي تضرب جبال النوبه، وحيواجهوك حتى المشتركه بعدين في الدمج والتسريع، حيواجهوك الحركات اللي كان وقع اتفاق جوبا وانفصلت زي طاهر حجر وزي سليمان صندل وزي نمر وزي الحادي، والقحاطه ديلك طبعا بيواجهوك سياسيا شالين شنطهم وجارين في العالم بيضغطوك يعني ناي سياسيا، اما عسكريا كده ويصعب عليك نزع السلاح من المواطنين. يعني انت ما عملت اي شيء عشان انت در الخلافات الحاجات اللغط ده، انت كعسكري بتاع الجيش او انت مسؤول الان، الناس المسؤولين في الجيش هم السبب الازمه الحقيقيه وعارفين الكلام ده سلفا، وما حيعملوا به ولا حيعملوا به ولا بخلوا ذول يقرب جنبهم عشان يعمل بالكلام ده.
من الصعوبة بمكان إنه يخلي زول يقرب جنبهم عشان ينقلب فوقهم. والحرب حيستمر، لو اتحلت السنة الجاية تفليف وشي على غالب ربنا ممكن الليلة دي باقي الليلة دي حلو. أما أنا بس من باب التحليل يعني، عرفت كلامي؟ حتى لو انتهيت من الجنجويل قطات وصلت كده جرى جرى والمال مال، هتواجه عديل يعني مشكلة في الحركات المسلحة في دمجهم وتسريحهم وإعادة هيكلتهم في داخل الجيش. ولو استوعبتم كده خليتهم دي ما دولة يعني، لو استوعبتم كده في داخل القوات المسلحة، ولو رضيت بإن تدمجوا في داخل الجيش بدون المنظومة العسكرية يكونوا هم تابعين لقوات الشارع المسلحة بتفاصيله وبوحداته، لو دمجتم كده هم دمجهم كيف؟ دمجهم داك ما نافع يعني، الدمج الحركات المسلحة اللي هم دايرينه داك ما نافع. هم دايرين كيف؟ بقولك أن احنا اتفقنا في جوبا انه الترتيبات الأمنية الشكلية بتاعت الترتيبات الأمنية يكون كيف؟ يكون انه ضباط ان احنا كتبنا هناك في الوثيقة حقتنا بتاع اتفاقنا يدوم الرتب دي، رتبنا دي يدونا لها، وضباط صف حقنا دي يدوم، والقوة دي تكون تابعة لنا نحنا وتكون تابعة لإقليم دارفور، وحاكم إقليم دارفور يكون مسؤول من الجيش حقه ده بشكليته ده، ويدوم نمر عسكرية ويعتمدون في القوات المسلحة. وده ده ما دولة، دي ما دولة، لأن القوات بالشكلية اللي هم دارين في الدمج والتسريب، أي ضابط لو دار يبقى يكون هو ضابط تابع للقوات المسلحة، يكون أبسط شيء يكون عنده شهادة سودانية وتتم تقنين الشهادة السودانية وعمره ويودوا التأهلية عشان يبقى ضابط تابع للقوات المسلحة. فده برضو إشكالية أقوى من الجنجويد يا روح، هم دارين كده، لأنه لو دمجوا قواتهم في قوات الشعب المسلحة، لو دمجوها بالشكلية بتاع الجيش، إنه بيتم دمجوا مثلا 100 نفر، بيتم تسريح الخمسين نفر بيشيلهم، بيتوزع مثلا على 10 وحدات، أي وحدة بيشيل 5 نفر أنا مثلا يعني، خلاص بعدها تاني بزوبوا في داخل الجيش، هم بيجوا بيبدلوا مكرفتاتهم وبيجوا بيواجهوا الشعب ده بمشاريعهم ويطرحوا مشاريعهم في الانتخابات، لو أصبحت حرة ونزيهة أو أصبحت بتاعت الصناديق بتاعت لولو يعني كويس تزوير، ما حيلقوا حاجة. أنا بقول لك ما حيلقوا شفطة بصلة يأكلوها. فهم نفس العقلية بتاعت حبيبتي الليلة مناوي عنده وجبرين عنده، نفس العقلية بتاعت حميدتي. حميدتي رفض يدمج قواته في داخل الجيش، لأنه لو دمج قواته في داخل الجيش هو زيرو، ما عنده حاجة، مستوى التعليمي زيرو، تفاصيله زيرو، أي شيء زيرو زيرو، ما عنده أي حاجة. فالحركات المسلحة عقليتها إنه يعني إنه نحن الوضعية حقتنا دي ناسنا الراقبين في التنصيرات دي يكونوا زي حالهم ده، بس نفس حالهم ده، وتدوم رتب يكونوا تابعين لإقليم دارفور وحكم فيدرالي وحكم إقليمي، ها فيدرالي إقليمي، ونحن نحكم إقليمنا، مواردنا نحن نوزعها بطريقتنا، الفضل بعدك ندوه للمركز، تقول له عذبكم الجيش ده تابع لنا من قبائلنا من أهلنا من بني جلدتنا، بس مو كلامنا، القضاة يكون من أولادنا نحن، أي شيء ده ما جيش، الجيش ده حتى في الاتحاد الأوروبي فيه السنغالي والمالي والجيبوتي والفرنسي الأصلي والجزائري والمغربي والتونسي، الجيش ده ما عنده أم ولا عنده أب ولا عنده قبيلة، ولا الجيش ذاته في العالم حتى لو مسلم ما بقول الله أكبر، الجيش ما بقول، الجيش عنده نشيد ما بقول الله أكبر، الله أكبر، لا لا، الجيش ما عنده دين، لأنه في المسلم وفي المسيحي وفي الملحد وفي الجيش ما عنده دين، ما عنده توجه ديني. والله يا أستاذ أحمد فعلا ده الكلام الصح، وده الكلام اللي بيوجع الناس وما بحبه يتقبلوا الحقيقة على الإطلاق، لكن ده الكلام المنطقي والكلام الواقعي، وإن إحنا بنقوله في أي منصة وأي ونسة يهاجموك طوالي طوالي، يا الدعامة يقول لك كوزا الكيزان يقول لك أنت تبع الدعامة، لكن ده شيء صح يا أخي. أنا والله شاكر لك شديد يا أستاذ أحمد يا أخي، ربنا يديك الصحة والعافية، ونحن ذاته شايتين ورق مصلحة الوطن بلا كيزان بلا عواليك بلا جيب، شفت الله يديك الصحة والعافية، وأنا شاكر لك على تحت الفرصة دي، الله يديك الصحة والعافية.
محمد مرحبا. السلام عليكم أحمد كسرة، كيف الحال؟ عبد طيب. ندخل عليك طوالي في إضافة بالموضوع اللي أنت حاليا قلته كله. طيب إذا الحاصل ده كله حصل، طيب السودان ده ما هيكون تاني هيود بنفس التكرار هو موضوع الجنجويل، أو مثلا هيكون في يعني في حركات تانية زي عندك عبد العزيز الحلو عبد الواحد، يعني ممكن تضيفنا في المشارك في النقطة دي؟ السودان ما هيكون تاني برضو في حركات في برنامج يعني بتكون جهة خير من القوات المسلحة يعني، فدي تاني بتكون إشكالية للسودان يعني، فالناس كلها ما بتكون متفقة يعني، هتكون اتفاق بس 80% يعني، وخير 80% بكون أكيد في إشكاليات من القوات المسلحة مثلا أو قوات مشتركة، إذا كانت بلد استقرت وكده هيكون في برضو مشاكل سياسية الله يعلم يعني ممكن.